التفاصيل الكاملة لواقعة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك وحقيقة صدمه أو دهسه لأحد الأشخاص اللي أدى لوفاته. خليني في البداية أرحب بحضراتكم مشاهدي الوطن لايف في كل مكان، أهلا بكم في تغطية إخبارية جديدة. في البداية بالساعات الأخيرة يمكن من صباح اليوم أو من فجر اليوم والكل كلامه عن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك وعن ما حدث في واقعة عودته أو دهسه لأحد الأشخاص اللي أدى لوفاة هذا الشخص بشكل مباشر. نسرد الموضوع بالتفاصيل من بدايته، ولكن آخر تطور أن النادي الزمالك قرر أنه ياخد قرار وتحرك عاجل بشكل سريع عن طريق إرسال الإدارة القانونية للنادي برئاسة عبد الواحد السيد لاسم شرطة العالمين علشان يكونوا بجانب أحمد فتوح. اللي حصل بالظبط ان احمد فتوح كان راجع امبارح بالليل بعد قضاء عطله صيفيه مع اصدقائه من الساحل الشمالي. خلال عودته على الطريق صدم احد الاشخاص، الشخص ده كان امين شرطه. مجرد ما احمد فتوح صدمه بالعربيه توفى بشكل مباشر امين الشرطه. تم اختار مديرية امن مطروح بشكل مباشر بالواقعة وبتفاصيلها بانه في احد السيارات عربية ماشية على الطريق خبطت شخص، الشخص ده توفى، نقلوا بشكل سريع الجثمان الى المستشفى. وعايز اقول لحضراتكم انه فور وصول جثمان امين الشرطة اللي توفى في الحادث الى المستشفى فوجئوا طبعا بانه متوفي على الفور. يعني اول ما وصل امين الشرطة المستشفى كان خلاص لفظ انفاسه الاخيرة وتوفى الله. في الوقت ده احمد فتوح كان معاه محمد صبحي لاعب نادي الزمالك، كانوا هما الاثنين راجعين في نفس العربية. مجرد ما الحادثة حصلت تم التحفظ على الاثنين في اسم شرطة العالمين. خلينا اقول لحضراتكم كمان انه مجرد ما تم التحفظ على احمد فتوح وعلى محمد صبحي تم اجراء تحليل مخدرات. طيب العينة الاولية اثبتت ان هي سلبية، العينة الاولية لتحليل المخدرات لاحمد فتوح ومحمد صبحي اثبتت انها سلبية او طلعت سلبية. يبقى اذا الاساس ان العينه الاوليه للاثنين سلبيه، لكن لسه في تحليل تاني ان شاء الله هيتم اجراءه لاحمد فتوح علشان هيكون طبعا تحليل ادق بامر من النيابه اللي هو بيتم عرضه على الطب الشرعي لاجراء تحليل المخدرات. طيب اذا ثبت ان احمد فتوح كان بيتعاطى المواد المخدره في هذا التوقيت اكيد هيكون في قرار قضائي بشكل مباشر او قرار من النيابه، واذا ثبت ان العينه الاوليه بنفس نتيجه العينه الاساسيه اللي هتصدرها النيابه يبقى هيتم اخذ التطور او مسار القضيه هيتحول تماما. طبعا لو هو متعاطي مواد مخدره خلال قياده السياره في الوقت اللي حصل فيه الحادثه دي ده اتجاه قانوني الاتجاه القانوني المعاكس تماما لو هو واخد بقى او متعاطي مواد مخدره، هنا الموضوع بيختلف. ولانه طبعا قوانين المرور ويمكن ذكرنا ده لحضراتكم في تغطيات سابقه بيقول ان الشخص اللي بيتعاطى مواد مخدره او بيسير عكس الاتجاه بيتم تشديد وتغليظ العقوبه عليه. في البدايه لو هو تعاطى مواد مخدره فقط لا غير او سير عكس الاتجاه بيبقى الحبس مده لا تقل عن سنه. لو هو ماشي بمواد مخدره او عكس الاتجاه صدم شخص او تسبب في اصابه شخص بيكون العقوبه لا تقل عن سنتين. لو الشخص ده توفى العقوبه لا تقل عن 3 سنوات، واللي انا بقوله لحضراتكم ده طبقا لقوانين المرور، قوانين المرور هي اللي بتقول الكلام ده. خليني كمان اقول لحضراتكم ان محمد صبحي لاعب نادي الزمالك غادر بالفعل اسم شرطة العالمين بعد ثبوت سلبية العينة الأولية، لأن طبعا اللي كان سايق العربية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك. دلوقتي نادي الزمالك كان لازم يتحرك علشان اللاعب بتاعه، بالفعل حصل تحرك سريع جدا وتحركت الإدارة القانونية للنادي على اسم شرطة العالمين فور وصول هذا الوفد من الإدارة القانونية. كان بيترأسهم عبد الواحد السيد اللي موجود مع أحمد فتوح حاليا. طيب إيه اللي هيتم؟ أحمد فتوح هيعرض على النيابة اليوم، يعني ممكن بعد شوية نلاقي أحمد فتوح تم عرضه على النيابة اللي مؤكدا هتصدر بيان، وأكيد مش هتسيب الموضوع للغط اللي حاصل على السوشيال ميديا، بيان واضح وافي وكافي في كل التفاصيل اللي تخص الواقعة من أولها ومن أول ما بدأت. يبقى خلينا نقول لحضراتكم ان شاء الله النيابه مؤكدا ستصدر بيان تقول فيه اللي حصل بالظبط. احمد فتوح العينه الاوليه لتحليل المخدرات بتاعته عينه سلبيه،
العينة الأولية بنؤكد لحضراتكم إنها عينة سلبية، ولكن النيابة هتأمر بتحويل أحمد فتوح لإجراء تحليل المواد المخدرة في الطب الشرعي. ده قرار تاني، قرار النيابة لازم تتخذه في الحالات اللي زي دي. القرار ده هيفرق كتير جدا، هيغير كتير جدا في مسار القضية. ليه؟ لأن زي ما وضحت لحضراتكم أن قوانين المرور بتقول أن بيعاقب كل شخص يقود السيارة عكس الاتجاه أو يقود السيارة الخاصة به وهو في حالة تأثير من المواد المخدرة أو المسكرات، في الوقت ده بيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عام. طيب لو هو سايق عكس السير او تحت تأثير المخدر او المواد المسكرة وخبط شخص اتسبب ليه في إصابة، العقوبة لا تقل عن سنتين. طيب لو هو دلوقتي سايق عكس الاتجاه وخبط شخص ادى لوفاته، وده اللي حصل في حالة احمد فتوح، العقوبة لا تقل عن 3 سنوات. يبقى ده طبعا طبقا لقوانين المرور زي ما وضحنا لحضراتكم. احمد فتوح حاليا لم يثبت انه كان متعاطي مواد مخدرة لان العينة الاولية كانت سلبية، فاذا ننتظر بيان النيابة اللي هيقول وهيشرح كل حاجة بالتفصيل وبدون اي لغط. أذكر حضراتكم مرة تانية بتفاصيل الواقعة الكاملة. أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك كان عائد من الساحل الشمالي بالضبط من مدينة العالمين، وهو ماشي في المنطقة تعرض لظهور شخص أمامه. الشخص ده كان أمين شرطة، لسه ما نعرفش طبعا ما حدث تفصيليا، ما نقدرش نجزم أو نقول لحضراتكم لأننا ما عندناش المعلومة. كلنا منتظرين بيان النيابة العامة اللي هيكون شارح وكافي ووافي لكل التفاصيل. طبعا بعد اصطدام هذا الشخص بسيارة احمد فتوح او صدم سيارة احمد فتوح لهذا الشخص وهو مهنته امين شرطة، بالفعل تم نقل هذا الشخص الى المستشفى فور انتقاله، لقوا ان الشخص ده توفى. بعد وفاة امين الشرطة مباشرة تم التحفظ على احمد فتوح، كان معاه محمد صبح لاعب نادي الزمالك. العينة الاولية لتحليل المواد المخدرة الخاصة بيهم كانت عينة سلبية. طيب ايه اللي هيتم عرض احمد فتوح على النيابة. اول قرار النيابة هتاخده تحويل احمد فتوح للطب الشرعي. ليه؟ لاجراء تحليل المواد المخدرة اللي بيتم داخل الطب الشرعي، واللي زي ما قلت لحضراتكم انه هيكون هو الحاسم لكل التفاصيل وهو الشارح لكل ما يخص هذه الواقعة. هننتظر النيابة العامة تقول كلمتها، مش عايزين نجزم او نقول تفاصيل احنا مش ملمين بها بالقدر الكامل، لكن احنا كل اللي بنقوله لحضراتكم هو اللي احنا متأكدين منه يقينا. احنا بنتكلم في معلومات مؤكدة، لكن مش عايزين نجزم باي تفاصيل او نزعم ان احنا عندنا تفاصيل الواقع اكتر من كده. كل اللي حصل، اللاعب راجع من اجازة كان بيقضيها مع زملائه، وهو راجع اصطدم بسيارته في شخص، الشخص ده امين شرطة، لقى هذا الشخص مصرعه، تم نقله للمستشفى، تم التحفظ على احمد فتوح ومحمد صبحي. محمد صبحي واحمد فتوح اجروا تحليل مخدرات، العينه الاوليه اثبتت انها سلبيه، لذلك تم اخلاء سبيل محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك. بعدها مباشره بدا احمد فتوح يتواجد داخل قسم شرطه العالمين. نادي الزمالك اكيد ما كانش هيسيب اللاعب بتاعه، قرر ارسال وفد من الاداره القانونيه، ترأس هذا الوفد عبد الواحد السيد مدير الكوره في النادي، وصل بالفعل لاسم شرطة العالمين علشان يساند ويكون داعم لأحمد فتوح ويعرف تفاصيل الواقعة وملابساتها. ما سيتم حاليا هو عرض أحمد فتوح على النيابة بعد قليل، مؤكدا النيابة العامة هتصدر بيان هتقول فيه كل التفاصيل، هتشرح فيه كل ما تم خلال هذه الواقعة. هننقل لحضراتكم كل حاجة لحظة بلحظة، وهنفضل إن شاء الله مكملين معاكم في تغطية مفتوحة لكل التطورات في الأحداث المحلية والعالمية، وعلى وجه الخصوص واقعة أحمد فتوح. مؤكدا هيكون لنا متابعات تانية مع حضراتكم بالتفاصيل الجديدة اللي إن شاء الله بإذن الله هيتم عرضها أو ما يخص بيان النيابة العامة. هننتظر كل ده وهنشوفه مع حضراتكم لحظة بلحظة. أذكر حضراتكم مرة أخيرة بما حدث. أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك كان عائد من الساحل الشمالي بالتحديد في منطقة العالمين، صدم أحد الأشخاص بسيارته. بعد ما صدم الشخص ده بسيارته، الشخص ده لقى مصرعه، توفى. يمكن كان لفظ أنفاسه الأخيرة بفور وصوله للمستشفى. بعد ما وصل المستشفى، الشرطة بالفعل تحفظت على أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي نادي الزمالك علشان مباشرة يتم إجراء تحليل مخدرات أولي.
التحليل الأولي أثبت بسلبية العينة، لذلك تم إخلاء سبيل محمد صبحي لاعب الفريق، وأحمد فتوح ظل تحت أيدي وزارة الداخلية ليتم عرضه على النيابة بعد قليل، اللي مؤكدا أول قرار هتاخده تحويله للطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات علشان يتم سرد تفاصيل هذه الواقعة. هنكمل مع حضراتكم في تغطيتها بتفاصيلها لحظة بلحظة. ونشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء، دمتم بخير.